السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني على قناة ركن الرواشد. اليوم راح أحكي لكم عن كف الوزة. كف الوزة الألوان هذا البي أحمر، زين، من النباتات الظلية الداخلية، ما تحب السقي الكثير لكن تحب ضوء شمس كلش قوي، العفو ضوء كلش قوي، ما تحب الشمس المباشرة لأن تحترق. التسميد مالته عادي، كل اسبوعين مره بالصيف، بالشهر بالشتاء، بالشهر مره، بالشهرين مره، عادي، لكن تحب ضوء كلش قوي. طبعا ممكن تتكاثر. هسه اني من فتحتها باعوا طلعت فسيلتين صغار، العفو هاي الخلفات الصغيره مالتها، ممكن كل وحده اسويها بسندانه، زين. فهذه طبعا هاي شوفوها الجذور مالتها ايش قد مجذره. بسم الله الرحمن الرحيم. التربة مالتكم خلي تكون عبارة عن زميج وبتموس مخبوطة، زين، حتى تغذي النبتة وتفيدها. خبطوها همين، حطوا لها برلايت. وهذه دير بالكم طبعا حتكون التربة هي اساسا رطبة، فالسقي مالتها تكون فترات متباعدة، يعني الا اشوف التربة جفت تماما حتى لو 10 ايام والجو تغير، جائز 10 ايام وما محتاجة سقي، زين عيني. هاي نسميها كف الوزة، نوع من انواع كف الوزة. دائما يسألوني على كف الوزة، طريقة العناية بها، طريقة تكاثرها، كل السهلة. احنا هسه بالخريف فالزراعة كلش حلوة، زين، ما تحتاج حتى بعد رش. كل اذا ردنا ننظفها فتقطنا نظيفة، فتوصلة نظيفة، ونمسح الاوراق او الرش. الرش مالتها كل اسبوعين مرة، كل عشر ايام مرة، مجرد على مود النظافة. ان شاء الله تكونون استفاديتوا من الفيديو. اذا استفاديتوا من الفيديو واذا اعجبكم انطوا لايك للصفحة، وأرجو أن تشاركون القناة ركن الرواشد مع أصحابكم وأحبابكم حتى تعم الفائدة للجميع. أرجو أن تكونوا تستفادون من الفيديوهات اللي دا أنزلها لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.